سناب الشرقية أقوى حساب للتغطيات اليومية، مطاعم ومقاهي، فنادق وشاليهات، معارض وفعاليات، عروض وخصومات. جينا مجمع سبورت الرياضي في العزيزية، كرة قدم، تخسيس، لياقة، كاراتيه للكبار والصغار. راح نشوف عروض عندهم وخدمات اللي يقدمونها. صارت الألعاب بلياردو، تنس، هوكي، فريرة. هنا المسبح، مسبح الكبار ومسبح للصغار بإشراف مدربين محترفين. عندنا هناك جدار التسلق، خصم 60% يعتبر خصم قوي على اشتراكات سواء فرد أو أب وأبنائه، ذكور أو الأطفال فقط. هذا جدار التسلق. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. الله 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 الله. يلا الحين ننزل، الحين هذه هي كرة الطائرة في أكبر صالة داخلية خاصة على مستوى المملكة، يستمتع فيها الأعضاء سواء الصغار أو الكبار. وهذه طبعا ملاعب كرة القدم مخصصة للأعمار التالية، من عمر 6 سنوات إلى 8 سنوات، ومن عمر 9 سنوات إلى 11 سنة، ومن عمر 12 سنة إلى 16 سنة. وأيضا عندنا ملعب مخصص للكبار ما فوق 17 سنة. السلام عليكم. الآن توزيع الجوائز للأعمار من 6 سنوات إلى 9 سنوات للمتميزين أخلاقيا وكرويا. تستاهل يا يزن، تستاهل. يلا صفقة يا يزن، تستاهل يا يزن. يا سلام يا يزن. استثمر إجازة أطفالك من خلال الألعاب الترفيهية والرياضية في نادي سبورتي. هذا النادي الصحي في سبورتي يضم جاكوزي حار وجاكوزي بارد وأيضا ساونا وبخار، وكل هذا من تبع العضوية. طبعا هذه صالة الحديد مخصصة أيضا للمشتركين، ويتم فيها إعطاء هدايا إذا زدت عضلات أكثر من 4 كيلو تأخذ شهر مجانا. وزي ما انتم شايفين أجهزة الكارديو عبارة عن سيور وسياكل ودرج كهربائي وأيضا الأوليبتيكال، هذه كلها متاحة للمشتركين. طبعا معك جهاز درج قوي عبرة القلب وعبرة الفخذ والبطات، من أفضل أجهزة في حركة الدهون. بعد ما شفنا جميع الأقسام في نادي سبورت الرياضي، سواء كرة القدم، الطائرة، الحديد، لياقة، تخسيس، التيكواندو، سواء الكبار أو الصغار، هذا ملعبهم الكبير. أخاش تعطينا فكرة لو سمحت. طبعا الملعب هذا فيه ملعبين، ملعب 11 في 11 وملعب سداسي. الإيجارات بالنسبة للمشتركين لهم قسم أو سعر خاص، ولغير المشتركين أيضا لهم عرض خاص. وطبعا الملعب هذا هو الملعب الثاني غير الملعب الداخلي المتاح للإيجار أيضا.
الله يعطيك العافية. وكذا شفنا معكم نادي سبورت الرياضي والخصم يصل إلى 60%، السعر مرة قوي جدا لمدة سنة. التفاصيل التواصل في السناب الجاية بالتوفيق، ونشوفكم على